أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو ما عثروا عليه في تونس لا يصدق. منذ سنتين وتحديدا بالجنوب التونسي في ولاية تطاوين قرب جبل كامبود الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات عن مدينة رمادا، تمكن فريق من الباحثين التونسيين وهم تابعون لجمعية أحباء ذاكرة الأرض بتطاوين من العثور على جذع شجرة تحت الأرض يعود تاريخه إلى قرابة 100 مليون سنة. تخيلوا أنه وقع العثور على جذع شجرة يعود إلى 100 مليون سنة. هذا الاكتشاف أثار ضجة كبيرة في المكان، ذلك أنه اكتشاف قيم جدا للمنقبين في تاريخ البلاد. وحسب ما أكده علماء الحفريات في العالم، هذا الجذع وقع العثور عليه على عمق 3 أو 4 أمتار تقريبا عن سطح الأرض، وقد بلغ طوله حوالي 10 أمتار. كما أن الجذع إلى لحظة اكتشافه كان لا يزال محافظا على صورته الأصلية ومتكامل، وهو يعود إلى شجرة تعرف باسم الإليتا التي كانت تنبت تحت مياه البحر قبل ما يزيد عن 100 مليون سنة، وفقا لما يؤكده علماء الحفريات في العالم. وبناء عليه فإن ذلك يدل على أن هذا المكان بأكمله كان في السابق منطقة بحرية. وهذا الاكتشاف أسال لعاب العديد من العلماء الراغبين في اكتشاف كل ما هو في باطن الأرض، ذلك أنه ومنذ ذلك التاريخ ارتفع عدد الباحثين والعلماء بالمنطقة سواء من تونس أو حتى من خارج تونس، بل أنه هناك علماء من جامعة إكسفورد موجودون بالجنوب التونسي. ويؤكد العديد من الباحثين أن الجنوب التونسي وبصفة خاصة ولاية تطاوين تحمل أسرارا كبيرة جدا، وفي كل مرة تبوح لنا بسر من أسرارها. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.